يعني اكيد المحافظ هو واقع ايضا بين صراعات سياسيه، صراعات بين الكتل السياسيه، فتغيير المحافظ لا يعني شيء. احنا مشكلتنا لا بالمحافظ ولا بالمدير البلديه ولا بالامين ولا هذا، كله ذولا ادوات، هذه المناصب هي ادوات بيد السياسيين المتنفذين الكبار بيد الاحزاب. طيب. بالتالي احنا لذلك نقول ما كان لازم يعني يكون هذا الدم من شبابنا من اخوتنا اللي يحتاجهم البلد، ما كان لازم يسيل على مود موضوع مثل هذا. رغم انه استاذ مقداد الناصرية 60% تحت خط الفقر و40% المتبقي على مستوى خط الفقر، والناصرية مدينة معدومة، والناصرية مدينة يعني حالها يرثى لها، رغم انها يعني مصنع للشعراء وللأدباء وللرجال وللعقول، ولكنها تعاني، ولكن هي ما تعاني بصراحة ما تعاني بسبب المحافظ، ولكن تعاني شأنها شأن كل العراق بسبب وجود الطبقة السياسية. اليوم طلع الوائلي، رح تنجمع الكتل السياسية حتى تختار شخص ينوب عن الوائلي، وبالتالي رح يجي ورح يصير محافظ على الناصرية وما رح ينجز شيء، قد يذهب إلى تخدير شعب الناصرية. يعني يحاول، ما نقول الناس ممكن انه يعني يقدر يضحك عليهم احد، ولكن هو راح يحاول تخدير الناصرية الى حين الانتخابات. القصد مشكلتنا اكبر من منصب محافظ، مشكلتنا في الكتل السياسية، مشكلتنا في البرلمان.